مشوار بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس، ودي من الحاجات الإنجازات المهمة برضو في تاريخ المقاولين العرب. كابتن حمدي نوح برضو أنت كنت موجود، وللأسف الناموسة اللي بتورث العظماء لا رصيدة كانت أحرص أنت برضو. أنا جبت 6 أهداف يعني أنا لعبت 6 مباريات جبت 6 أهداف ما لعبتش الدور قبل النهائي والنهائي بس شاركت مشوار طويل في بطولة جبت 6 أهداف أبطال الكؤوس. احكي لنا برضو مشوار بطولة والسفريات والأكل كنت بتاكله إيه؟ طبعا مفيش الراحة بتاع دلوقتي في السفريات. نعم بالظبط، كان ناصر محمد علي الله يرحمه وكان رضوان لما كنا نروح أفريقيا يجيبوا التونة والأنشوجة قلت لهم اعملوا حسابي، كنا رايحين ساحل العاج قلت لهم اعملوا حسابي معاكم يا ناصر، قال لي معانا انا وانت ورضوان. قلت له طب خلاص، كنا الشوربه انت عارف في افريقيا بتيجي الدنيا صعبه طبعا فكنا دايما معانا الاكل ده، كنا بنقعد ناكل مع بعض وكده. الموقف الحلو ايه بقى في افريقيا؟ المواقف الحلوه في جمال سالم كنا نجيب جول. لما نجيب جول اقول له جمال 1-0 لينا، يضيع وقت نص ساعة يجي يشوط الكرة يرجع ورا الجول ورا. كابتن جمال سالم يعني كان دمه خفيف ومع الحكام يروح يمسك الحكم كده من ودنه وقصير الحكم وهو طويل جمال. لا جمال كان بيعمل حاجات دمها خفيف قوي هو سعيد الشيشين. لما خدتوا الدوري خدتوا حضرتك 1600 مكافأة، طب لما خدت بقى بطولة أفريقيا وأبطال الكؤوس كانت حاجة كبيرة قوي بقى، المكافأة كانت كام وقتها؟ الدوري كان 3000 بقول لك 3000 وخدت أنت 1600 في أفريقيا برضو تقريبا في الرينج ده برضو في الرينج ده ما كانش في حاجة أكتر من كده لأن إحنا كنا في المقاولين العرب كنا اتعاملنا معاملة المحترفين. ليه بقى؟ كنا بنيجي الساعة 10 الصبح اليوم الكامل بقى في النادي، كان عندنا استراحة تحت دلوقتي معمولة مطبعة اللعيبة تقعد مع بعض كل 4 لعيبة في غرفة وبعدين نطلع نتغدى وننزل نستريح وننزل على التدريب، وبعد التدريب نتعشى أو ناخد عشاء تيك أواي ونروح. فدي حياة احتراف يعني انتوا طبقتوا الاحتراف من بدري بالظبط بطريق غير مباشر يعني، فكان اللعيبه كلها متجمعه مع بعض بنقعد مع بعض كتير في علاقه بيننا وبين اللعيبه العلاقه هي انت عارفها كابتن اسامه طبعا علاقه العشره وتنزلوا ملعب مع بعض بتعملوا عمل جماعي هي كره جماعيه اصلا بعد تحقيق